خمسة ابتدائي، الجزء الثاني من ازاي نزرع الحمص. ادي الحمص وادي الزرعة، شفتوا شكلها؟ يلا بينا. after a while بعد لحظة، after بعد while لحظة، while لحظة. the chickpeas الحمص will turn سوف يتحول إلى brown اللون البني. this is وده بيحصل when you harvest لما، when معناها عندما، لما you harvest بتحصد them الحمص. and collect وبتجمع the seeds البذور. يبقى ايه معنى after؟ بعد، a while لحظة، chickpeas حمص، will اللي هي will سوف، turn brown تتحول للون البني. this is ده بيحصل when you harvest لما انت بتحصد هم، and collect the seeds وتجمع البذور. يعني احنا بنحصد الحاجات الخضرة اللي ماسكها بايده الولد ده، بنحصدهم وبعد كده بنطلع البذور. بالمناسبة النبات الاخضر اللي الولد ماسكه ده اسمه chickpea، مفهاش اس، chickpea plant يعني نبات الحمص، chickpea مفهاش اس اخرها ايه بس، chickpea plant. وبعد ما يحصد النباتات الخضرة دي هيطلع لنا البذور الحمص اللي هي seeds. ايه معنى after؟ بعد. ايه معنى after؟ بعد. a while لحظة. لحظة. the chickpeas الحمص will سوف turn يتحول brown بني. this is ده بيحصل when لما you harvest انت ايه بتحصدهم and collect تجمع the seeds البذور. برافو. يبقى after بعد، while لحظة، chickpeas حمص، will سوف turn يتحول الى اللون brown بني. this is ده بيحصل when لما you harvest them تحصدهم and collect the seeds وتجمع البذور. تجمع البذور. حاول دلوقتي اقراها بالانجلش بس، وحاولوا انتوا كمان تجربوا تسمعوها مره واثنين وثلاثه وقولوها لوحديكم، ويا ريت تكتبوها لوحديكم. after a while the chickpeas will turn brown. after a while the chickpeas will turn brown. this is when you harvest them. this is when you harvest them and collect the seeds. and collect the seeds. read after a while the chickpeas will turn brown. this is when you harvest them and collect the seeds. very good. يلا على الجزء الرابع. rearrange رتب. كما دي ملخبطة ما فيش صورة، رتبوها جملتين بس. اول كلمة after في الترتيب، تاني جملة اول كلمة فيها this. الجزء الرابع. put ضع the seeds البذور into bags في حقائب، في أكياس. هنا bags مش حقائب ولا شنط، هنا أكياس. and take them وخدهم، and take them وخدهم to the market إلى السوق، to the market إلى السوق. put ضع، put ضع the seeds البذور into bags في الأكياس، في أكياس. and take them وخدهم to the market.
إلى السوق. To the market. إلى السوق. Very good. دلوقتي من غير ترجمة. Put the seeds into bags. Put the seeds into bags. And take them. And take them. To the market. To the market. Read. Put the seeds into bags and take them to the market. Very good. Rearrange, رتب. أول كلمة طبعا put. Put. أما الجملة دي أول كلمة فيها take. لو أنتوا فاهمين هتحلوا. وأنا متأكدة إن أنتوا شطار. ما عرفتوش تحلوها؟ روحوا ارجعوا للصورة تاني. واحفظوا وافهموا، بعد كده تعالوا حلوها تاني.